ماذا في تفاصيل هذه الخطط لمد باكستان بغاز من كازاخستان بمساعدة روسيا؟ نعم، أوضح وزير الطاقة الباكستاني حماد أظهر أن باكستان تبحث مع روسيا مشروع مد خط أنابيب الغاز بين كازاخستان وباكستان، حيث صرح أظهر بأن الغاز المستورد من كازاخستان عبر هذه الأنابيب سيكون أقل تكلفة من الغاز المستورد بالطرق الأخرى. هذه التصريحات تأتي بعد أن أوضحت التقارير بأن احتياطي الغاز في باكستان بدأ بالنفاد. الجدير بالذكر بأن باكستان تواجه نقصا حادا في الغاز منذ عام 2018، أي منذ تولي حزب العدالة والذي يترأسه عمران خان، منذ يترأس حزب العدالة الحكومة. وأوضح تقارير أن أزمة الغاز تسببت بخلق أزمة داخلية في باكستان، ما دفع حكومات الأقاليم الأخرى إلى تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية عن نقص الغاز في باكستان، وصفة هذه الحكومة بالفاشلة التي فشلت في إدارة أزمة الغاز في باكستان. حكومة إقليم السند أيضا كانت طالبت الحكومة الفيدرالية في إسلام أباد بإدارة هذه الأزمة بطرق مختلفة، خاصة وأن إقليم السند يعتبر أحد أكثر الأقاليم الباكستانية الغنية بالغاز الطبيعي، لكن حكومة إقليم السند اتهمت الحكومة الفيدرالية التي يترأسها عمران خان وحزب العدالة بأنها لم تستطع إدارة هذه الأزمة في منذ عام 2018، ما اضطرها إلى استيراد الغاز من دول أخرى. طيب، هل يعني إسماعيل ربما إغلاق بعض مصافي النفط مثلا في باكستان هي التي أدت إلى تفاقم أزمة الغاز، وبالتالي تبحث باكستان عن حلول بديلة؟ في الحقيقة لم توضح التقارير ولم يوضح وزير الطاقة هذا الأمر، ولكن إغلاق هذه المصافي كان نتيجة نقص الغاز في باكستان بصفة عامة، ما أدى إلى حالة من شح الغاز في عموم باكستان وبالتحديد في المناطق النائية وبالأخص في إقليمي بلوتستان وإقليم السند اللذان يعانان من نقص حاد في الغاز، إلى درجة كما تحدث رئيس إقليم السند الذي تحدث بأن هناك مناطق كثيرة في إقليم السند وبلوتستان أيضا يستخدم أهاليها أو سكانها الحطب لإشعال النار بسبب نقص الغاز في تلك المناطق. هذه الأزمة التي تعيشها باكستان والتي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز كانت لها يعني العديد من الجولات والصولات بين رؤساء الأقاليم وبين أحزاب المعارضة والحكومة الفيدرالية في إسلام أباد والتي يترأسها حزب العدالة، وهي أحد أهم المواضيع التي تستنكرها أحزاب المعارضة على حكومة عمران خان وحزب العدالة. إذن هي أزمة والحكومة الآن تحاول بحلها بشتى الطرق، آخرها هو مد خط أنابيب الغاز من كازاخستان إلى باكستان. شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مراسل غادي إسماعيل مطر على كل هذه المعلومات.